المشكلة إن أنا مش عارف إيه اللي بيدور في دماغه المرة دي. اللي سايبه زين كبير قوي، أكبر من أي حد، فلوس ودار وبلد، والأهم سلطته وعلاقته بالتجار اللي بره، وده كله ما ينفعش يبقى في إيد واحد بس، خصوصا لو كان صغير في السن زي زكريا. ومروحنا بقى معناه إن إحنا هنعمل مبايعة للي هيتقال اسمه حتى لو ما كناش موافقين عليه. خلاص يا بابي نعتذر، بلاش نروح، ما توفاش على حد انت مش عايزه. لا انا اذكى من كده، لو ما روحتش اخرج بره اللعبه، ودي لعبتي انا. انت هتروحي بدالي، نسمع ونشوف هنعمل ايه. عاليه تعالي يا حبيبتي، تعالي قربي، ما تخافيش، تعالي. اهلا 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 اهلا. انت مبسوطه عندنا هنا؟ بتحبي زكريا؟ بتحبي هايدي؟ طب روحي العبي، يلا اجري. كويس انك جيت. الحمد لله على سلامتك يا بابا. الله يسلمك. خير يا بابا، زكريا قال لي اني لازم اجي اقابل حضرتك. خير ان شاء الله، عاوزك تبقى معانا اليومين دول. ليه يا بابا، في حاجة ولا ايه؟ هو لازم يبقى في حاجة؟ يا اخي عاوزك معانا شوية، كتير عليا ولا ايه؟ لا 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 يا بابا طبعا. طب روح اقعد مع اخواتك لغاية ما اطلع اغير وانزل لكم. في ايه؟ كاكاو، انت هتعملهم عليا انا يا حسن؟ مالك قلب وشك كده ليه؟ مش عارف يا عزيزي، قلبي مقبوط. كبر الموضوع قوي يا حسن، كل ده عشان اتخانقت مع عمار؟ ما انت كل يوم بتتخانق مع عمار، ايه الجديد؟ على فكره انا ما اتخانقتش معاه، انا اصلا ما اديتش حقق اللي هو عايزه، والموضوع يكبر. هو راح فين دلوقتي؟ خرج مع امير يجيبوا الميمون. هو تعبان كده؟ حسن، عمار حطك في دماغه، مش هينولها لك، افهم. تفتكر هيكلم رحمه؟ انا اتوقع اي حاجه من عمار بصراحه، بس ان شاء الله ما يحصلش. انا مش فاهم هم ليه مش عايزين يخرجوني من هنا. ها يا نادي. ايوه يا حبيبي. انا عايز افهم انتوا ليه مش معزومين؟ انت بتسال انا؟ ما تسال ابوك. ما انا سالته، ما فهمتش منه اي حاجه، قال لي هقول لك بعدين. أكيد فتحي عمل مصيبة. مش مهم، المهم إن أنا بحلم باليوم ده من زمان. تحلمي بإيه جاتك نيلة؟ إذا كان أنا نفسي ما بحلمش، أنا مش عايزها أصلاً يا نادية. مش عاوزه ليه يا زكريا؟ كل ما بفكر إن أنا هبقى كبير جيلي إحساس كده إنه ده معناه إن أبويا ممكن ما يكونش موجود، والإحساس ده بيقتلني. أنا كل اللي أنا عايزه إن أنا أفضل جنبه حواليه، اتعلم منه، اشيل معاه المسؤوليه، اشيلها، بس ما احسش ابدا انه ممكن ما يكونش موجود. الاحساس ده بيقتلني يا ناديه. ربنا يخليه لك. ما هي دي بقى سنه الحياه زي ما بيقولوا، وانت قدها. المهم عايزك تعرفي لي ايه اللي حصل، ليه انتوا مش معزومين. اعرفي لي من فتحي، وانا احاول اعرف من ابويا. بقول لك ايه، انا لو ما جيتش هتقهر، مش معقوله هي تبقى جنبك وانا اللي بعيده. ناديه، هي دي اسمها مراتي مش هي. هو انت ليه ما بتفكرش قبل ما تتكلم يا زكريا؟ على العموم انا اهم حاجه عندي ان انا اشوفك مرتاح. انا اسف، ما مش قصدي. انت عارف انا بتكلم معاك على طبيعتي، يعني ما بعملش حساب للكلام. عموما الوضع ده هيتغير، وهيتغير قريب ان شاء الله. سيبيني اجهز بقى، وما تنسيش اعملي اللي قلت لك عليه، عايز اعرف. يلا سلام. خوفتيني عليك يا سلمى. ولا كنت هفرق معاك اصلا. ايه ده، عرفتي منين؟ سبحان الله. ما بلاش الكلام الخايب ده، عشان انت عارفه انا بحبك قد ايه. بحبك يا سلمى يا اجدع واحن اختي في الدنيا. هي
الهدية دي جايبها لك ايه؟ الله، دبدوب الطيب ده. بس هي ما قدرتش تيجي عشان عندها شغل. صالح، ممكن اسألك سؤال؟ اه طبعا، بس يا ريت ارجوكي بلاش اسئلة مزعجة عشان انا على اخري. هو انت وايا عايشين في بيت لوحدكم؟ قمة الازعاج. اه ليه؟ صالح، هو انت ترضى ان انا واياد نعيش مع بعض في بيت واحد واحنا لسه ما اتجوزناش؟ انت مستعجله على ايه؟ انتوا خلاص انت واياد هتتجوزوا قريب ان شاء الله. صالح، ما تهربش من الموضوع، عشان الموضوع ده انا بفكر فيه فعلا بقالي فتره. انت من ساعه ما رجعت وانت متغير، اه بس ما وصلتش انك تعيش في بيت واحد مع صاحبتك يعني. رد علينا يا صالح، انت ترضى ان حد فينا يعمل كده؟ ده انا كنت اذبحكم وضميري مرتاح، واقف قدام القاضي يقول لي قتلت اخواتك اقول له اه قتلتهم عشان بيقولوا كلام خايب. يا سلام، طب اشمعنى انت بتعمل كده بقى؟ عشان الموضوع مختلف. انا وايا كنا مسافرين بره وعايشين كده، ولما رجعت مصر ما لقيتش اي مانع ان احنا نكمل كده. وبعدين طالما ما بنأذيش حد يبقى خلاص، فارجوكوا بقى خليكوا في حالكوا وسيبوني في حالي. ايوه يا صالح، بس انت دلوقتي مش بره، انت هنا في مصر واحنا هنا مش كده. يا سيدي، اما تروح هناك ابقى اعمل اللي انت عايزه. يا ستي، لا احنا اخر ناس ولا اول ناس هنعمل كده. طب طالما انت مقتنع قوي بالفكره دي، ليه بقى معترض ان اي حد فينا يعمل زيك؟ ولا هو حلال ليك وحرام على اي حد يخصك؟ في يا ياسمين، مالك عماله تلفي وتدوري وبتلعبيني بالكلام؟ انت اصلا ما يخصكيش الموضوع ده. ثم انا وايا هنتجوز خلاص قريب، انا جاي النهارده اصلا عشان افاتح ابوكو ان انا هسافر بره وهعيش هناك خلاص. كده يا صالح؟ ايه كده يا صالح؟ في ايه؟ وانا مسافر كوكب تاني؟ ما تبقوا تزوروني. وبعدين بقول لكم ايه بقى، انتوا بتحبوني ولا مش بتحبوني؟ لو بتحبوني بجد عايزكم تقفوا معايا قدام بابا في الموضوع ده، عشان انا عايز اعيش مرتاح، عايز ابقى مبسوط. بابي مش هيوافق يا صالح، ولو وافق هيتقهر. ربنا يستر بقى. انت عايز نعمل ايه يعني؟ اصالحك عليه؟ انت اتجننت يا ابني، انت خاين، والخاين بيروح النار. وبعدين زين ما يحطش ايده في ايد خاين حتى لو كان ابنه. كده الكل هيعرف ايه اللي حصل، والموضوع مش موضوع زين بس انه يعرف، ولا اللي هيختاره زين، الموضوع ان انا بقيت ملعون العمر كله، وانت اللي عملت فيه ده. انا ما عملتش حاجه لحد، انت اللي استعجلت يا رايق. قلت لك اسمع وافهم كده، ما اعرفش انت عايز تعمل ايه، وبعدين انت عايزني اقول له ايه اصلا؟ ما لو تربط هتربع على الكل، مش هتربع علي انا لوحدي. انا اخر واحد في الدنيا ممكن تهدده يا فتحي يا رايق. اهدى كده وقول هديت وخليك حلو عشان ابقى حلو. يلا بنتي مستنياني، امشي روح اسكت في الكباريه بتاعك، اعمل اي حاجه حرام اللي بتعملها دي. يلا يا عم يلا، ما بلدك. ماشي. هما ساكتين كده ليه؟ كل همهم يعرفوا مين هيبقى مكان بابي. انا مش مطمنه، شوشهم كلها شر. قوم وقعدني. انا؟ لا امي ولا اللي قاعد على الكرسي. قوم. قمت. راجل ني صحيح، صبرني يا رب. بقول ايه؟ هو اتأخر كده ليه؟ الصبر طيب يا زينب. ربنا يصبرني عليكم كلكم. قمرون طول عمرك زين يا زين.
مش تقولها كده برضو في الصعيد؟ ها بنقول أنا زين طول ما أنت جنبي. لسه لسانك بياخد الكلام من على لساني. اللسان الموصول على القلب ما يعرفش يزوج الكلام. إلا أنت لسانك موصول على عقلك. مع كل الناس إلا معاك يا حبيبتي. نفسي أعرف تجيب الكلام الحلو ده منين. يلا عشان ما نتأخرش. إن شاء الله ربنا ما يحرمكم من اللقاء أبداً يا أولاد. يلا على الجنينة ورا. ازيك يا ريهام؟ كبرتي ما شاء الله، انا سامع انك شايله شغل ابوكي كله. بابي ملوش غير يا عم. ربنا يخليكي لي يا حبيبتي، نورتي بيت العطارين. ميرسي، بعد اذنكم. جلال قول لابنك كفايه لحد كده، عايزين ننسى اللي حصل كله ونبدا من اول وجديد. بقول لك ايه، اختصر عشان انا رايح اتجوز النهارده. ايه؟ في واحده عامله لك عمل ولا ايه؟ والله ما انا عارف مين فينا اللي عامل عمل للتاني. حلوه. وانا برضو عمري عرفت بنات مش حلوه. وانت عمرك عرفت بنات اصلا يا سليم؟ المهم هتسد في الجواز في السن ده ولا هتفضحنا؟ مين ده اللي يفضحكم؟ ده أنا قد الراجل في العطارين كلها. تلاقيك أنت بس غيران عشان راحت عليك. يا أخويا أنا شبعت جواز وخلف، خلاص الدور والبايع اللي ما داهوش أصلاً. أدينا حندوق ونجرب. يا الأيام عدت بسرعة أوي يا زين. أوي. كل الحاجات الصعبة اللي عدت علينا وكنا فاكرينها مش هتعدي عدت. ودي أصعب منها وعديناها برضو. عديناها عشان كنا دايماً في ظهر بعض. ندمان على حاجة؟ ياه ما تعدش. وإنت؟ أنا ما بندمش يا أخويا. تفتكر غلطنا كتير؟ تفتكر إنت العيال دي هتلاقي حد يصاحبها ويقف جنبها زي أنا وإنت كده؟ حتى لو ما لقوش هيفضلوا يحكوا في حكايتنا أنا وإنت، ونفسهم يبقوا زينا. اختصر بقى علشان زي ما قلت لك، وأنا هروح أبص بص على البوفيه. هويدا يا هويدا، أمرك يا زنبي؟ دهيلي فارس وعبد الله وعلي حالا يا فندم.
مهما حاولت اقول لك مبسوطه قد ايه مش عارف. ربنا يعديها على خير. قلبي مش مطمن. النهارده اهم يوم في حياتنا. ما هي تفضل واقفه في ناس مستنيانا تحت. طب ما ناجلهم شويه. ايه تكسفي؟ ما عشان كده مش عارفين نخلف. طب اقول لك حاجه، اتاخرنا. ماشي. خير يا عم؟ اهلا يا ولاد، اقعدوا. اقعد يا عبد الله. ماليش مكان يا عمي. مكانك جنبي يا حبيبي، تعالى. حاضر يا عمي. كل الناس اللي بره دول مستنيين يسمعوا اسم الكبير عشان يعرفوا هيرتبوا احوالهم ومصالحهم معاه ازاي. بس احنا الحكايه بالنسبه لنا مش ترتيب مصالح، احنا مصلحه واحده. ابويا لما اختارني زمان كنتش انا اكبر واحد، بس هو كان شايف ان انا اللي انفع. وانا كمان لما اخترت اخويا شريف الله يرحمه ما كانش عشان هو اخويا، كان عشان هو اللي ينفع. وانا اذا كنت كبير فانا كبير بيكو، والكبير ده كبير باللي حواليه. اللي حواليه كبار، كلكم كبار، كبار ببعض، اوعوا تنسوا دي. انا اخترت واحد بس مش هقول لكم اسمه دلوقتي، هتسمعوا اسمه مع الناس بره. وعاوزكم لما تسمعوا اسمه تروحوا تباركوا له وتبوسوا على ايده بنفس رضيه. يلا يلا يا حبايبي روحوا. بعد إذنك يا عم. عمي أنت كويس؟